أن أقف أمامكم الآن بنيابة عن دولة الكويت، وبناء على الطلب المقدم من جانب الأغلبية من البرلمان الذين شاركوا في هذه الإجراءات القضائية من خلال ثلاثة منظمات حكومية، شمل أن احتلال الأوتبي غير قانوني، وأيضا يأتي ذلك تهديدا للشعب الفلسطيني والكويت. حددت عددا من الأسباب التي تؤكد على عدم قانونية هذا الاحتلال. سوف أعطيكم لمحات بسيطة ومختصرة. هناك كثير من الانتهاكات للعادات وأيضا للأعراف المتبعة، وأيضا هناك انتهاك لحقوق الفلسطينيين في حق تقرير المصير الذي تم الإقرار في القانون الدولي، والذي تتلاه كثير من الأحداث والانتهاكات أيضا من جانب الإقرار من كثير من المنظمات الدولية. وهناك كثير من الانتهاكات، وهذا تم النص عليه في المادة 12 في ميثاق الأمم المتحدة، لا يؤكد على حق الفلسطينيين، وأيضا من خلال التأكيد على تعزيز الروابط الصديقة والودية بين الدول بناء على المساواة، وأيضا حق تقرير المصير للشعوب واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتعزيز السلام الدولي. أيضا نفس الالتزام يمكن أن نراه في نفس الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية وحقوق الإنسان، وأيضا في الحقوق المجتمعية. ثانيا، الكويت التحقت بالمشاركين في هذه الإجراءات القضائية الذين كتبوا في الطلب المقدم أن الاحتلال العسكري للأوتوبي غير قانوني، لأنه يعد انتهاكا انتهاكا للقانون الدولي بسبب استخدام القوة. وثالثا، القوة المحتلة من خلال احتلال وضم أجزاء من الأوتوبي يعتبر انتهاكا لقانون الأراضي. هذا يأتي بناء على القرار الذي وضحه 31 مشاركا، وأيضا تم إقرار هذا الأمر في قرار مجلس الأمن 74، وأيضا يؤكد من خلال القرار الآخر مجلس الأمن للأمم المتحدة الذي يؤكد أن القوة المحتلة لا يحق له ادعاء الملكية على الأرض. الرابعا، الاحتلال غير قانوني، له واضحا تماما أنه يدو انتهاكا لقانون العسكري، وأيضا احتلال الأرض الفلسطينية يأتي بناء على حقائق كثيرة، وأن هناك نية وإصرار أن يكون هذا الاحتلال دائم ومستمر. أيضا هناك الكثير من الانتهاكات للقانون الدولي الأخرى بناء على الدلائل والبراهين الواضحة أمامنا، والأمر لا شك فيه أن هذا بكل دقة ما يحدث على الأوتوبي، وأيضا هذا الاحتلال المستمر وتحديد هذه الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بحق تقرير المصير يؤكد أن الاحتلال غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، أن أفعال القوة المحتلة يؤكد أن هناك انتهاكا لقانون الإنسانية الدولي، وأيضا المجلس الاستشاري يؤكد أن اتفاقية جنيفا يمكن تطبيقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. بالإضافة إلى ذلك، المحكمة قررت أن التهجير القسري أيضا لا يمكن أن يعتبر إلا انتهاكا للقانون الدولي، وأيضا بناء على السياسات المتبعة من القوة المحتلة. بالإضافة إلى قانون الاحتلال وقانون الاستعمار أيضا يعتبر انتهاكا للقانون الدولي. هذا الإجراءات تضم فيما بين أمور أخرى بناء المستوطنات على أراض أخرى وانتهاكا لحقوق السيادة الفلسطينية. وأعتقد أن هناك فشلا في حماية الفلسطينيين للحماية ضد العنف من جانب الأطراف بما في ذلك الاحتلال المسلح. بالإضافة إلى ذلك، هناك انتهاكا بناء على ما أقره 21 عضوا مشاركا من خلال التقرير والطلب المقدم، وأعتقد أن 14 من المشاركين يؤكدون أن قرار الاحتلال غير قانوني بناء على القانون الدولي. وأيضا هناك كثير من الدلائل من خلال الموارد والمصادر المختلفة أن القوة المحتلة أيضا بناء على المعاهدات والاتفاقات الدولية، وهناك تمييز عنصري.
بالإضافة إلى ذلك يمكن أن نرى أن هناك عدم إذعان لكافة القرارات والقوانين الموجودة في المعاهدات الدولية، وهناك أيضا عقوبة جماعية للشعب الفلسطيني يتعرض لها بسبب الاحتلال. بالإضافة إلى ذلك استقلال القوانين يؤكد أن الاحتلال للأراضي يعتبر غير قانوني. على سبيل المثال في شهر مارس 2022 بشأن الموقف فالحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والأراضي المحتلة منذ 76 وصل إلى هذا الخلاصة. بالإضافة إلى ذلك كان هناك قرارا أن هناك انتهاكات كبيرة لا يمكن التصالح عليها بناء على القوانين الأساسية للقانون الدولي، وأيضا فيما يتعلق بالقانون الدولي وقرارات المجلس الأمن ذات الصلة يمكن أن توقف هذا الأمر، يجب أن تقدم ضمانات لحقوق الشعب الفلسطيني لتكون دولة مستقلة قلة ولهم حقوقهم بناء على الحدود وضم القدس. السيد الرئيس والسادة الأعضاء، إن التحليل القانوني للمسألة وهذه القضية توضح أن الاحتلال للأوتبي غير قانوني، وأيضا يأتي تناقضا للقانون الدولي. وهذا القرار المقدم من جانب الكويت تتناول فيه تبعات الممارسات وسياسات القوة المحتلة، وهذا انتهاكا صريحا وصارخا للقانون الدولي، وهذا مقدما بكثير من الأدلة البرهنة. وكما ذكر من جانب سياسات القوة المحتلة هناك تخطيط وغير متوافق ينتهك حقوق الفلسطينيين والتزامات، انتهاكا لالتزامات القوة المحتلة بناء على القانون الدولي. وأيضا هناك الكثير من الإجراءات التي تؤكد أن القوة المحتلة لها عليها مسؤولية كبيرة، ولابد أن تذعن لكافة القوانين الدولية، ولابد أن تقدم للفلسطينيين إغاثة وفقا لمبادئ الأعراف والقوانين الدولية بناء على مسؤولية المجتمع الدولي ومنع الممارسات الخاطئة يمكن تحقيق ذلك من خلال وقف الاستعمار والاحتلال. ثانيا القوة المحتلة لابد أن تقدم ضمانات بعدم استعادة انتهاك القانون الدولي، والقوة المحتلة يجب أن تلتزم وتتعهد بألا أن تعود إلى نفس الممارسات مستقبلا. ونهاية القوة المحتلة تحت لها التزامات لابد أن تذعن لها للإذعان لكافة القوانين والتعهدات الدولية. وأيضا فيما يتعلق بكافة الدول هناك التزام أيضا تجنب أي انتهاكات للقانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال وضم الأراضي وأي ممارسات مخالفة، ولابد من منع تقديم أي دعم من شأنها تعزيز الظروف المهيئة لمزيد من الاحتلال والانتهاك الحقوق الفلسطينية. أيضا لابد من المساهمة في حماية الشعب الفلسطيني ضد أي جرائم حرب وأيضا أي جرائم إنسانية وبشرية، من أجل ضمان أن المسؤولين عن الجرائم الحرب المرتكبة أن مقدمين للمحاسبة أمام المحكمات والجهات القضائية المعنية. أيضا هناك حاجة لضمان تطبيق القانون الدولي وأن يكون هناك إجراءات على أرض الواقع، وأيضا لابد من الامتناع عن تقديم أي دعم لتمديد الموقف والأزمة الراهنة، ولابد من التعاون في وقف هذا الاحتلال. السيد الرئيس والسادة الأعضاء واللجنة الاستشارية الآن ترى أنه هناك ضرورة ملحة لوقف الاحتلال غير القانوني، والكويت تلخص هذه الأسس القانونية لوقف هذا الاحتلال وتدل على أن هذا الاحتلال غير قانوني بشكل كامل، ولابد من تطبيق القانون الدولي. نحن على يقين أن المحكمة سوف تساعد الكويت وكافة الدول الأخرى التي تقدم نفس الطلب في تعبير عن حق العدالة، وأيضا هناك حاجة إلى تعزيز السلام للجميع. سيد الرئيس، سيد الأعضاء بالمحكمة، هذا ينهي الطلب الشفهي من جانب الكويت، وبنيابة على الكويت أتقدم لكم بالشكر جميعا على اهتمامكم، بالإضافة إلى كافة الأعضاء والسادة المترجمين وعلى كل من قدم لنا الدعم في هذه المحكمة.